أهلا بكم إلى موجز الأخبار في دقيقة. سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال في مدينة دوما في غارات لطائرات النظام السوري. لبنان تحصل على تعهدات بمنح وهبات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار خلال مؤتمر في باريس لتعزيز اقتصادها. اليونيسف تقول إن حياة الأطفال في لبنان في خطر بسبب تفشي مرض الحصبة في البلاد. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 24 روسياً بينهم مسؤولون في الحكومة ورجال أعمال بسبب أنشطة موسكو لتخريب ديمقراطيات غربية. السلطات البريطانية تسحب الجنسية من طالبة تبلغ من العمر 23 عاماً بعدما فرت إلى سوريا للانضمام إلى داعش. علماء فلك يرصدون 12 ثقباً أسود وسط درب التبانة تكونت عقب انهيار نجوم عملاقة.